اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. شاهد طفلة سعودية معجزة تحفظ القرآن الكريم في عمر 5 سنوات. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، ولا تنسوا تفعيل الجرس لكي تصلكم فيديوهاتنا أولا بأول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمكنت الطفلة المعجزة حنين من حفظ القرآن الكريم كاملا وهي في عمر 6 سنوات، مشيرة إلى أنها حفظته في إحدى المدارس التابعة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالعاصمة السعودية الرياض. وأكدت والدة الطفلة أنها كانت تحلم بأن تصبح ابنتها حافظة للقرآن الكريم، وأشارت إلى أنها بدأت تحفيظها السور القصيرة في عمر 2، وقالت أن الحفظ الفعلي لكتاب الله بدأ منذ أن بلغت حنين عمرها 3، وأوضحت أنها استغلت فترة الحجر الصحي ومكوثها في المنزل معها في تحفيظها جزءا بعد الآخر من القرآن، وأحيانا كانت لا تستطيع إكمال الجزء فكانت تكتفي بالنصف، ونوهت إلى أنها بدأت في تحفيظها من سورة يونس حتى أتممت حفظ القرآن بالكامل. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وكل من قال آمين. وفي الأخير لا تنسوا دعمنا بزر لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. كل الحقوق محفوظة لدى قناة جزيرة المعرفة. السلام عليكم.